السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عز الدين بوشاوي في الحلقة رقم 15 من السلسلة الصوتية الرمضانية أفضل كوتش. وأفضل كوتش هو الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء شخص عند الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب من عنده الفلوس، أي أنه جاء يسعى من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أشنو عندك في المنزل؟ قال لي عندي فراش كنعس فوقه وعندي واحد الكاس كنشرب منه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي جيب لي الفراش وجيب لي الكاس. جاب لي الفراش وجاب لي الكاس، والرسول صلى الله عليه وسلم ادى الكاس ودى الفراش للسوق باش يبيع، وبدا كيبيع فيه. شكون اللي يشري من عندي هذا؟ شخص عطى للرسول صلى الله عليه وسلم درهم. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم شكون اللي عطاني ثمن اخر؟ شخص اخر عطى للرسول صلى الله عليه وسلم درهمين، شد جوج درهم عطى الشخص درهم، قال لي هاد الدرهم هذا تمشي تسوق به، وهاد الدرهم هذا غادي تشري به قادوم، اي قادومه. شري القادومه، الرسول صلى الله عليه وسلم غادي يجيب عصا غادي يربطها بالقادومه وغتحول الى فاس. قال لي هاد الفاس هذا غادي تمشي غتحطب به وما غاديش عندي بعد 15 يوم. بعد 15 يوم الشخص غادي يجي عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاه 15 درهم. هاد الشخص هذا قبل 15 يوم كان ما كيكسب ما كيعلم، بالدارجة 0 درهم. من بعد 15 يوم لا عنده 15 درهم. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه باش انه ما يسعاش، اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد اللي كتعطي احسن من اليد اللي كتاخد وكتشرب. ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم علموا التجارة، علموا أبنائهم التجارة ولا تعلموا التجارة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم علموا مهارة كيفاش أنه يربح الفلوس. هناك مثل صيني رائع كيقول لا تعطيني السمكة بل علمني كيف أصطادها، ما تعطينيش حوتة علمني كيفاش نصيد حوتة. علاش؟ إذا أعطيتني حوتة غادي نبقى انا فين ما جحت غادي نجي عندك باش تعطيني حوته. الا ولفت واحد الشخص انني كل مره كنجيب ليه القفه حتى للدار، علمته السعير، علمته الطلبه، وانما خاصني نعلمو كيفاش انه يجمع الصرف باش هو يمشي يشري ديك القفه. روبرت كيوساكي اللي هو رائد مجال الذكاء المالي سولوه قالوا ليه علاش انت اللي وصلت للحريه الماليه وكتعلم الناس كيفاش انهم يربحوا الفلوس، علاش ما كتعطيش الفلوس؟ علاش ما كيجي عندك واحد الشخص كيطلب منك المال ما كتعطيش المال؟ قال لي لانني الا عطيتو الفلوس غادي نخرج عليه، لانني غادي نعلم السعايه، غادي نعلم الطلبه، ولا تعلم السعايه وتعلم الطلبه مع عمرو غادي يوصل للحريه الماليه. انا باغي نوصل للحريه الماليه، انا نعلمو كيفاش يدير الفلوس ما نعطيش الفلوس. هنا كنتعلمو من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي سابق العصر ديالو ان العمل شي حاجه مهمه بزاف. العمل عباده، الانسان عوض ما يمد يدو يمشي يخدم، الانسان انه يستثمر المهارات اللي عنده. اي شخص فوق الكره الارضيه عنده امكانيات، عنده قدرات، عنده مهارات، وهذه المهارات هذه قادر انه يحولها الى ماده، وبالتالي كون عزيز وخدم وجبد الصرف ديالك. حنا كننتهي الحلقه ديالنا، كنتمنى ان تكون نالت الاعجاب ديالكم، والى اللقاء الى الحلقه القادمه ان شاء الله. وما تنساوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.